طيب المردود الصحفي بقى، عايز اطمنك في جوله سريعه كده، المردود الصحفي في صحف القاهره عن مشاركه الاهلي، ازاي الصحافه المصريه سريعا شايفه مشاركه الاهلي؟ البدايه من جريده الاخبار، الجنوب افريقي يظهر العين الحمراء وعلقه للاعبين في الدوحه على الحمل البدني الشديد اللي بدا بيه. وعين حمراء وعين الحمراء ده شغل فني. ليه بيظهروا التدريب وكانها عقوبه؟ يعني انما يعني هو عنوان اعلامي كويس. طيب يعني الاخبار المسائي على قدم وساق، الاهلي يواصل الاستعداد لمواجهه الدحيل وهاني يقترب من العوده. رجع بالفعل الحمد لله، رجع هاني وشارك النهارده. قلت لكم المهندس عادل قال لكم في البدايه الخبرين السارين النهارده ان حسين الشحات بعد الحمد لله تعافيه من الشد العضلي في العضله الخلفيه، وكمان محمد هاني، والاثنين شاركوا وتحت امر المدير الفني. الاهرام قالوا موسيماني غاضب من وزن اجاييه ويدرس ضم الحاوي بدلا منه. اجاييه وزنه زياده شويه، ما اعرفش. انا شايفه في التمرين وزنه زياده شويه. انت لاحظت كده؟ طيب يبقى من حقه يغضب. اجاييه لاعب مهم. بص اجاييه لاعب مهم جدا لو وصل لمستواه واحد من اهم اللعيبه طبعا، بس لازم يبقى عنده كمان الوازع ان هو عايز يرجع لمستواه. النقطه الثانيه مساله وزن اللعيبه، الناس بتستخف بيها لكن ده من اهم الحاجات، لان كل كيلو بيعمل حمل على اللاعب ومعادله الجري بيبقى بيترجم الى ارقام كبيره. فكل المدربين كانوا بيدوا يعني غرامات على الميزان. يعني كابتن جوهر يمكن اكتر المدربين اللي كان بيبالغ في الحته دي. كل يوم كان يوزن اللعيبه والكيلو مش عارف بكام، الكيلو زياده، فمراقبه اوزان اللاعبين. وده اللي احنا بنقوله، اللاعب ليس مهاره فقط. طبعا اللاعب التزام واراده وصبر ومعاناه وتضحيه. ما انت عشان تحافظ على وزنك بتضحي بحاجات كتير بتحبها ومش يعني بتقاوم نهمك لما تحبه من مأكولات وعاداتك في الخروج والفسح كل دي. لازم اللعيب المحترف خلاص يعرف ان كل تصرف بيعمله هو بيترجم جزء من تأمين مستقبله. فقدرته البدنيه ولياقته ده جزء اساسي من الشغلانه، هو كل اساس كل حاجه. صحيح. وانت هتقعد تتكلم رقصتك واشرب وخد انت هتجري، انا وانت هنجري. صحيح. انت لعيب قوي وانا راجل غشيم بس سريع وقوي. مش هتشمه. طيب الجمهوريه قالت بعد استعاده هاني والشحات الاهلي بالقوه الضاربه في مواجهه الدحيل، وقالت كمان الحمر يتدربون على ملعب جامعه قطر والشياطين يشاركون في حملة الفيفا. اللي هي الفيديو كونفرنس اللي حصل في التعارف تقديم كل الوفود من خلال الفيديو كونفرنس اول امبارح. لا انا تصورت ان فيفا بيطلق حملة معينة اخلاقية او حاجة. لا. طيب. لكن هي القوة الضاربة الحمد لله اكتملت. يا رب تكمل على كده، احنا قدامنا دلوقتي 3-4 وماتش الخميس. يوم الاربع فيه مسحة أخيرة. طبعا. مسحة المباراة. دي المسحة الرسمية للعيبة تحديدا وجهازهم الفني. مين اللي هيدخل الماتش ومين مش هيدخل. فإن شاء الله تكون بمناسبة بقى مين هيخش الماتش ومين مش هيدخل. يعني بص الناس درجة الحرص على الإجراءات الاحترازية، مفيش واحد هيخش بتذكرة من غير ما يتحلل له، لكن هيتحلل له وهتبان النتيجه بعد 35 دقيقه. 15 دقيقه. قال له 35 ولا 15؟ 15 دقيقه. يا ابراهيم 15. قال له 35. عليا ب 15. طيب ماشي. المهم يعني في فتره وجيزه لا تتجاوز من ربع الى نصف ساعه. ياخدوا منك العينه يطلع لك النتيجه يديك التذكره. مش هتاخد التذكره الا بالعينه السلبيه. يعني بالشهاده اللي بتقول ان عينتك سلبيه. هو مبدئيا اخذ التذكره، يعني حجز التذكره واخذها. حجزها بس ما استلمهاش. بس هو علشان يدخل الملعب هيستلمها بعد الحجز. يا استاذ ابراهيم هتقعد تناكف فيا، احنا مش في الاعلان دلوقتي. احنا في المسحه. انا اللي اتقال لي بقوله. وبعدين انت فضلت قلقان من المسحه لغايه لما النتيجه طلعت. الحمد لله. فخلاص صوتك عالي. طبعا طبعا. اقول لهم صوتك قبل الحلقه. لا لا كان خافت جدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يشفينا جميعا ان شاء الله ويجنبنا اي. هو عموما برضو فكره
الفقاعة الطبية اللي احنا فيها وهذا الحظر الطبي الشديد جدا، فرص العدوى قليلة، لانه مبدئيا كل الناس اللي موجودة الا اذا كان حدث اي طوارئ. يا رب الا يتسلل الفيروس من خلال حد باي طريقة ما. ما احنا خلي بالك ما احنا عندنا فينا ناس عمال وناس بتأكلنا وناس بس دول مقيمين حتى لا مقيمين يعني هو يعني هو الفيروس ده خلاص بيختار. خليها على الله واعمل اللي عليك، فلنأخذ بالأسباب عشان ما حدش يلومنا وما نلومش أنفسنا. إحنا مدركين حجم المسؤولية وكل الناس يعني ملتزمة جدا بهذه الإجراءات. وزي ما قلنا لكم امبارح الكورة راحت بعيد، ممنوع، جه الأمن جري قال لهم ما حدش يتحرك من مكانه. ده العامل الأول بتاع الأهلي راح قالوا له لما تخرجش أنت مش لابس كمامة. والاستاذ جمال جبر الذي تولى وسام حسني قالوا له لا. الاستاذ جمال جبر الذي تولى المهمه لمده 24 ساعه لحد ما يستقر على مين اللي هيتحمل المسؤوليه، لان مع انطلاق البطوله الاستاذ جمال هيبقى عنده مسؤوليه ثانيه مهمه جدا في كمنسق اعلامي. مش هيبقى فاضي بقى للدورين يعني. فكان لازم بسرعه يتم اختيار حد. لكن الاستاذ جمال بقى امبارح طبعا لبسناه لواء ومارس سلطاته القمعية ضد الجميع. حتى اللي كان عايز يتمشى حوالين التراك قال له ممنوع، اتفضل اقعد مع كل المستويات. طيب المسا قالت قبل اللقاء الدحيل الموسيماني حائر في اختيار مهاجم الاهلي، المدير الفني يميل للدفع ببواليا واشراك شريف وارد ومروان احتياطي، تختار مين من الثلاثة؟ انا؟ وانا اختار ليه؟ ايه المسؤولية الصعبة دي؟ الثلاثة عندهم جدارة بانهم يعني يعملوا المهمه كويس. الثلاثه فيهم سرعات، الثلاثه فيهم مهاره، الثلاثه فيهم يعني قوه، لكن يمكن كل واحد له باسلوبه. يعني شريف تشعر انه هادي هادي في مواجهه المرمى. يعني بوليا لسه محتاج يعني متسرع انه يثبت وجوده، ولذلك كل الناس كانت بتقول له يا عم انت لعيب كويس. ما مش بس في فتره الترفيه الظهر شريف لعيب بينج بونج هايل. مين؟ شريف. شريف كله. بص انا فوجئت النهارده كان في ماتشات تنس طاوله في الصبحيه كده لحد قبل الغداء. المجموعه الطبيه لا بيلعبوا كويس كله. الدكاتره. بس الدكتور عبد المجيد لا موافق، عبد المجيد اكثرهم حماسا. والدكتور ابو عبله برضه ناشط جدا. بس اللي هو تحس انه عنده سيستم وكان زرك كان بيلعب. اللي محترف مين؟ المحترف تنس طاوله اللي هو الدكتور لا من اللعيبه سعد سمير. لا سعد سمير بقى سعد وشريف اتضح. بص سعد وشريف وحسين وحتى كهربا عنده مهاره. محمود وحيد ممتاز. صحيح. ما انا دي لعبه انا اقدر اقول رايي فيها. انت كمتابع كخبير. لا والشناوي. هو الشناوي وسعد الشناوي بس هو سعد بقى كهين. يعني بيتقل عليه. لا كلهم عايزين يشوطوا متحمسين، هو عارف امتى يهدي وامتى يسرع وامتى يشوط وامتى يدافع. فيعني ده جو يا جماعه زي ما قلت لكم، دي اجواء البعثه من الداخل في لحظه، في فترات الراحه، فترات الاسترخاء، فترات الترفيه، انه يطلع يلعب تنس طاوله، يلعب بلاي ستيشن، يخرج شويه من الحاله. لان انا بقول لكم احنا في حاله حصار كامل، ممنوع حد يخرج من الباب وممنوع الباب يتفتح لحد. طب ما قلتليش مين في القناه في اللعيبه؟ محمود عدلي. محمود عدلي يعني. طب هو محمود عدلي وايهاب الخطيب مين اللي كسب؟ بص هو واحد الاثنين القيادات بتوع القناه. مين اللي كسب؟ انا لا محمود في الاخر كسب. محمود عدلي. محمود هو ظاهر في التسلسل برضو. المسؤوليات برضو الاداري له علاقه بالمهاره. لا وكان يوم جميل ولطيف يعني في ترفيه الصبح. ولفت نظري ان الجهاز الفني حاول مدرب حراس المرمى اسمه المهم يعني حاول يلعب بعدين لينكون. قال لهم لا انا مش بتاعتي. دي بس هم يعني ركزوا مع البيبي فود. وكانت عركه. خدوها جد جدا وجوزه مع البلاي ستيشن. بس هي كانت بعد المسحه. شوف يعني الفتره الترفيهيه دي مهمه جدا جدا في ظل الاجواء اللي احنا عايشينها. الحقيقه كان فيها فن وخرجت اللعيبه من بعض الزهق شويه. من بعض الزهق بس هي ما خدتش اكتر من حقها. يعني نص ساعه وخلاص. ما خلاص
مع السقف كده. اللي لحق يلعب يلعب. خلاص كده كفايه كويس، يلا غدا مع السلامه. اه لما جه سامي قمصان قال لهم يلا يا كباتن. طيب دي كانت بعض الكواليس، لكن انا اقول لكم العنوان الاخير كان في المصري اليوم: يا اهلي واصل مشوارك، المجد في انتظارك. اه حلو. يا رب نواصل مشوارنا. البطوله مجد حقيقي. هذه كلها بتعتمد على ضربه البدايه. على ضربه البدايه. ضربه البدايه مهمه جدا. مش معنى. جدا. لا هي المفتاح. امبارح كابتن وائل جمعه قال لك ايه؟ فكرنا في كل حاجه ما عدا ماتش الافتتاح. اه. فما كملتش في اي حاجه. طيب انا هقول لك سريعا بعض المقالات اللي في صحف القاهره، وحشتنا المقالات عشان نشوف راي المهندس عادل فيها، لانه كمان الراي الاولاني كان في جريده الجمهوريه الاستاذ محمود معروف: المصريون في الخليج حاجه تفرح في التشجيع الاهلي، وقال ما يقرب من 10,000 كانوا في استقبال بعثه الاهلي لدى وصولها. لكن اللي انا استوقفني قال لك هي يعني كلهم مصريين خرجوا لاستقبال الاهلي، فهو بالنسبه لهم حاجه حلوه من ريحه مصر، وطالما انه من مصر الغاليه فيجب علينا نحن ابناء مصر في قطر والخليج وكل دول العالم علينا جميعا ان نخرج ونستقبل. وبيقول انه اللي حضروا حوالي مثلا 10,000. استاذ محمود معروف بيقول مؤكد انه مش كلهم اهلاويه، ومش مؤكد ان في جماهير تانية. طبعا شيء رائع جدا يكون بين المصريين كلهم هذه المشاعر الطيبه في استقبال بعثه مصريه جايه تشارك في كاس العالم. احنا ده اللي نتمناه. فده شيء كويس، لكن للحقيقه الرقميه بقى يا استاذ محمود، هو لو 10,000 يبقوا كتير على انه جمهور الاهلي يكون في الدوحه 10,000. انا سالت فلقيت رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه المسجلين 65,000 مشجع. وهو الاستاذ زي ما قال لك انا مسؤول في الرابطه، وهو اللي كان عامل التنظيم بالزبط. لكن فليكن. تعرف انا انبسط قوي قوي لو كان في جماهير بخلاف جماهير الاهلي. أيوة. سواء من الزمالك او اسماعيلي او اي جماهير كويسة. مش بس الروح، لان اذا كان الجماهير المنافس تستطيع بهذا الحماس تقول لك من الثالثة شمال بنهد جبال ويغنوا مع الجمهور الاهلي بهذه القوة والحماس، والله العظيم ده احنا يبقى قلب اهلي خلاص. لا من غير كده ده نبقى احنا في ارقى مشاهد الممارسة صحيح. الرياضية صحيح. امال اللي احنا شايفينه ده صحيح. يا رب نوصل للحظة دي صحيح. وقال كمان الاستاذ محمود معروف انه الامل كل ان كل الجماهير ان شاء الله تكون موجودة خلف الاهلي في البطولة. الاستاذ جمال هليل في الجمهورية قال ضربة بداية ساخنة، وقال ان الاستقبال الكبير والاسطوري للاهلي في مطار الدوحه يعكس الحجم الكبير لفريق الاهلي على الساحتين العربيه والافريقيه. الاهلي الكبير ببطولاته وانجازاته المليء بنجوم الكبار وباسمه الذي يهز ارجاء المعموره ووجوده فوق راس قائمه الانديه الفائزه بالبطولات محليا وقاريا، كل ذلك يرفع من اسهم الاهلي في كاس العالم للانديه. جماهير الاهلي في قطر عكست باستقبالها الرائع هذا الاسم والتاريخ، واكدت أن بوادر تنجيح بطولة نجاح بطولة العالم داخل الملعب على اعتبار أن الدعم الجماهيري سيكون عظيما في المدرجات. وهو ده المؤشر الإيجابي اللي تاخده من هذا الاستقبال. الحرص على التواجد، والحرص على إن كل مكنون العاطفة والتمني ينطلق الصدق اللي كان طالع بيه المشاعر صحيح. لفت نظري جدا جدا جدا. فده مؤشر ان في المدرجات هنشوف برضو هذا الشغف وهذا الحرص وهنشوف هذا الحماسه، ولو الاهلي باذن الله كمل لمصلحه البطوله، والله لمصلحه البطوله باذن الله ان شاء الله. الجمهور ده بكل الحماسه دي على اعتبار هيبقى الجمهور المصري متواجد، ما هو انت في كل المباريات، ما انت شفت التذاكر واللي حصل فيه. ايوه يعني نتمنى ان الاهلي يكمل، نتمنى باذن الله فرصه موجوده. موجوده في الجمهوريه ايضا او في مصر اليوم بقى. صديقك الدكتور كرم كردي قال: مصري وقطر، وقال تابعت من يوم السبت وصول بعثه النادي الاهلي، ولقد شعرت بالسعاده والوطنيه وحب المصريين بالخارج لكل ما هو مصري. ارى ان هذا الاستقبال الرائع للفريق المصري شيء يستحق الإشادة والإعجاب، ويذكرنا بالحضور الجماهيري الكبير والمساندة لقوار منتخب مصر في كرة اليد في كأس العالم أيضا في قطر 2015. كلنا أمل في أن يؤدي النادي الأهلي المصري مباريات جيدة في قطر ويسعد ويرفع رأس آلاف المصريين المقيمين هناك، فمن المؤكد أنهم في حاجة إلى الفرحة. وبيقول كانت دائما الجماهير المصرية مهما قل عددها مؤازرة لفريقها وتزحف وراءه في كل مكان. مرة أخرى تمنياتنا ودعائنا
أن ينجح النادي الأهلي المصري في إسعاد الجماهير المصرية في قطر وفي كل مكان. مقبولة منك يا دكتور كرم. مقبولة منك. بص بذكاء كده راح مفكرنا بطولة العالم لكرة اليد اللي شارك فيها الزمالك. لا وهو كمان لو تذكر كان راح معانا اليابان. هو جالنا في اليابان. ايوه. جالنا بالظبط. وكان حريص ان يكون ما وراء الأهلي. لا يا دكتور كرم شوف هو زملكاوي مش عايز مناقشة. صحيح. لكن بعيدا عن الزمالك لا هو موقفه بيروح ورا الاهلي وبيحب يتفرج عليه وكان اقرب اصدقائه الحقيقيين كابتن ثابت البطل. كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه. صحيح صحيح. صديقك العزيز بقى الاستاذ ماجد نوار اتكلم باهتمام شديد جدا على اهميه هذه المباراه واهميه البطوله وقال ان احنا نسعى بكل قوه او الاهلي يسعى بكل قوه لتقديم عرض يليق بالكره المصرية وتتويج الأهلي ببطولة أفريقيا عن جدارة. أيضا الشناوي لموقع الفيفا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وكابتن الفريق اهتم الفيفا بنشر حوار معاه قال فيه أحلم بالتتويج بكأس العالم للأندية. وقال موقع الفيفا أن محمد الشناوي كشف كابتن النادي الأهلي وحارس مرمى كشف عن أمالي وطموحاتي في كأس العالم للأندية اللي بيشارك فيها. نشر الموقع الرسمي للفيفا تصريحات للشناوي تحدث عن مشاركة الأهلي في البطولة أكد أن الفريق عازم على تحقيق إنجاز رغم صعوبة المنافسات وقال أن الأهلي داخل بكل تركيزه وبكل قوته عشان يقدم صورة طيبة عن كرة القدم في النادي الأهلي. كلام مسؤول يعني راجل كابتن فرقة وهي مين مش عايز يكون مشارك في هذا الحدث أنه يوصل لأبعد نقطة في هذه البطولة. صحيح. كريم بضيف لاعب الدحيل القطري قال الأهلي غني عن التعريف ونملك هجوما شرسا. كل الكلام عن قوة هجوم الدحيل يعني بإذن الله هنعرف نتعامل بإذن الله. طيب أيضا يمكن المهاجم الكيني للفريق القطري يتحدث هو الآخر أولونجا أنه روح التعاون داخل الفريق أهم ما يكون وبيقول أنه الأهلي فريق كبير جدا واسمه في القارة يكفي عن أي تعريف. المدهش إن الموهبة ملهاش وطن. يعني الكرة الكينية مش كرة متقدمة يعني. أي. لكن فيها لعيب مهم زي الراجل ده. صحيح. زي ليبيريا مع إفرازة جوروية ويعني اللعيب ما أنتش عارف الموهبة تطلع لك منين. فالراجل يعني واضح إنه سامع عن النادي الأهلي وعارف عنه كل حاجة يعني.